دراسة جديدة تبشر بعلاج مرض الزهايمر. قد يمنع استهداف الخلايا الدبقية الصغيرة التدهور العصبي الناجم عن الإصابة بمرض مثل الزهايمر، وهذا ما أكدته دراسة عن العلاقة بين الخلايا الدبقية الصغيرة ميكروغليا وبروتين تاو وجين الأبوي، جين مسؤول عن إنتاج البروتينات الشحمية. ما هو بروتين تاو؟ لبروتين تاو دور هام في وظائف الخلايا العصبية عند الأشخاص الطبيعيين، لكن عندما يتكدس بروتين تاو في الأنسجة العصبية عند المرضى الذين يعانون من تدهور عصبي، يكون تكدسه إنذارا بتلف قادم في الأنسجة أو بالإصابة بتدهور معرفي مثل النسيان أو الارتباك. ثانيا، الميكروغليا، الخلايا الدبقية الصغيرة، هي خلايا بلعومية صغيرة مفرزة للسيتوكين تهاجم حطام الخلايا ومولدات الأمراض. الخلايا الدبقية هي خلايا الدماغ البلعومية، ولها دورها الرئيسي في الاستقرار الداخلي خلال فترات النمو والطفولة والشيخوخة. جين الأبوي، يصبح الأشخاص ذو نوع معين من جين يسمى الأبوي معرضين للإصابة بمرض الزهايمر بـ12 مرة أكثر من الآخرين، ويساهم الجين المختلف يسمى أبوي كات في تلف الأعصاب بالتأثير على الخلايا الدبقية. وضحت دراستان، الأولى قديمة والثانية حديثة، وظائف الخلايا الدبقية. أظهرت الدراسة القديمة دور الخلايا الدبقية الفعال في منع التدهور العصبي عند مرض الزهايمر بمنعها إنتاج بروتين تاو المسبب لهذا التدهور العصبي. وأظهرت الدراسة الحديثة الجانب السيء للدبقيات، فهي تحفز عن طريق البروتين تاو المتجمع في الخلايا العصبية، فتهاجم هذه الخلايا العصبية وما فيها من بروتين مسببة تدهورا عصبيا. جربت الدراسة على مجموعتين من الفئران، المجموعة الأولى حقنت بجين الأبوي كات والأخرى منع عنها جين الأبوي، وكلا المجموعتان عدلتا وراثيا ببروتين تاو بشري ذي نزعة غير طبيعية للتكدس داخل الخلايا العصبية. وأطعمت بعض الفئران من المجموعتين الاثنيتين طعاما يسبب نفاذ الخلايا الدبقية. ما هي نتيجة هذه التجربة؟ تدهور خلايا أنسجة الدماغ في الفئران ذات بروتين تاو البشري وجين الأبوي كات، باستثناء الفئران التي أطعمت، مما يسبب نضوب الدبقيات، في حين كان تدهور الأنسجة محدودا في الفئران ذات بروتين تاو البشري وخلايا دبقية سليمة ولم تحقن بجين الأبويكات. هنالك أدرك الباحثون أن خلايا الدماغ هي الحل الأمثل لمنع المراحل الأولى من التدهور العصبي، إذ إن الخلايا الدبقية تحتاج إلى جين الأبوي لاستهداف بروتين تاو، ولا بد أن تفعل لكي تسبب تدهورا عصبيا. قال معد الدراسة ديفيد هولتزمان، إذا تمكنا من العثور على دواء يستهدف الخلايا الدبقية ويثبطها خصوصا في المراحل الأولى من التدهور العصبي، حينئذ يستحق الأمر التجربة على البشر. يعد مرض الزهايمر سادس سبب رئيسي لوفاة الأمريكيين تبعا لجمعية الزهايمر، وبحلول عام 2050 سيصيب المرض حوالي 15 مليون أمريكي.